ما حكم البيع والشراء في الأسهم التي لم تعمل شركاتها حتى الآن؟ والله مسألة الأسهم أنا ما أدخل فيها ولا أدري عنها لأنها مجهولة ولا أدري عنها. الأسهم أنا لا أعرفها ولا أفتي فيها لأنها مجهولة لدي، ولا يجوز للإنسان أنه يبيع ويشتري إلا بشيء معلوم يعرفه ويحيط به، أما شيء مجهول لا يدري عنه هذا لا يجوز له أن يبيع ويشتري فيه. هذه القاعدة، يشترط في المبيع أن يكون معلوماً، يكون معلوماً للبائع والمشتري، ما يكون فيه جهالة ولا غرر. نعم.